ننقل إليكم مشاهدين آخر الأخبار العاجلة التي تشاهدونها على الشاشة. مصادر أمنية للحدث تتحدث عن طائرة من نوع طائرات من نوع F-35 إسرائيلية تخرق جدار الصوت فوق عدة مناطق لبنانية ومن بينهم العاصمة بيروت. إذن هذه هي مصادر أمنية للحدث تتحدث عن طائرات من نوع F-35 إسرائيلية تخرق جدار الصوت فوق عدة مناطق لبنانية. نقلت قناة NBC الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المسؤولين الإسرائيليين مصممون على مهاجمة حزب الله من أجل إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كيلومتر على الحدود اللبنانية، تصل تلك المنطقة حتى ضفاف مجرى نهر الليطاني، وهي غالبا ما تتعرض لغارات جوية ولقصف مدفعي. كان قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أنهى حرب العام 2006 بين إسرائيل وحزب الله كان قد دعا الحكومة إلى نشر قوات الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل بغية إيجاد منطقة خالية من أي وجود مسلح غير شرعي بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. معنا من واشنطن النائب السابق في البرلمان اللبناني العميد وهبة قطيشية. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. أبدأ معك من هذه الأخبار العاجلة سيد العميد والمتعلقة ب طائرات من نوع F-35 وهي إسرائيلية تخرق حاجز الصوت في جميع المناطق اللبنانية، ماذا يعني هذا التطور؟ يعني هذا التطور عدة احتمالات، إما أنها تريد أن تعرف مكان أجهزة الرادار لدى حزب الله التي يمكن توجيهها إلى بواسطة الأسلحة المضادة للطائرات لهذه الطائرات، أو أنها تشكل إنذارا للمقاتلين أو للدولة اللبنانية بنفس الوقت بأن الوضع لم يعد يحتمل وقد تقدم إسرائيل على عمليات عسكرية قريبة جدا. هذه احتمالات، لا يمكن التكهن والجزم في أي اتجاه تسير، وقد تسير في كل الاتجاهات. طيب، كان هناك تقرير لصحيفة المونيتور يتحدث عن 4 سيناريوهات افتراضية يمكن أن تحدث في المواجهة ما بين إسرائيل، ومنها الأولى المتعلقة بغارات جوية إسرائيلية على المواقع فقط في الجنوب اللبناني. طبعا أنا سمعت الاحتمالات، هذه كلها احتمالات من نجل الخيال، إنما أي عمل عسكري قد تقوم به إسرائيل تجاه لبنان قد يبدأ باستهداف مرابط حزب الله للصواريخ ومرابط والمطارات المحتملة والقواعد العسكرية المحتملة قبل أن تبدأ أي هجوم. هذا بالعرف العسكري معروف، أي أن تشل كل أسلحة. طيب، وإذا كانت إسرائيل تعلم مواقع هذه المرابط والرادارات وغيرها من المواقع المهمة وهي الآن لديها جبهة مفتوحة، لماذا لا تستهدفها؟ قد يكون هناك احتمالات لهذه القواعد أو غير متأكدة من البعض، أو أنها لا تريد التصعيد لتعطي الحرب شمولية كاملة، قد تكون تريد أن تحل هذه المسألة بالدبلوماسية قبل أن تذهب إلى التصعيد، ولكنها كما يبدو منذ 8 أشهر حتى اليوم هي تهيئ الأرضية خاصة في الشريط الحدودي، وأنا عشت في شبابي هناك مدة طويلة في هذا الشريط الأقرب إلى إسرائيل. عندما دمرت هذه القرى الملاصقة لإسرائيل ونزحت السكان منها وأصبحت فارغة ودمرت الممتلكات وكأنها تهيئ لعبور والدخول إلى هذه المنطقة بعد إفراغها من السكان، إذا لم تتوصل إلى حل دبلوماسي مع الدولة اللبنانية ومع حزب الله. لذلك الاحتمال أن تصل إلى نهر الليطاني هذا احتمال وارد، لأن نهر الليطاني قد يصل أحيانا إلى 2 أو 3 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية ويبتعد أحيانا 40 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية، أي أن الشريط الحدودي قد يصل. ومسألة توغل القوات الإسرائيلية عميد وهبة، هذا يعني أن لبنان
عن طريق حزب الله قد دخل بالفعل هذه الحرب الشاملة؟ طبعا سيدي، لأن الدولة اللبنانية اليوم هي مخطوفة من حزب الله. الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية الرسمية هي تخدم ميليشيا حزب الله، هذا هو الواقع اليوم. لذلك الدولة اللبنانية كما يصرح رئيس الحكومة يقول هي نوع من الحرب النفسية فقط، بحسب مقال ميقاتي من مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في آخر تصريحات له، في نفس الوقت متمنيا من باب التمني عدم توسيع هذه الحرب. عندما يصرح الرئيس ميقاتي هكذا تصريح، إما أنه يعلم ماذا يجول ما يدور في أفكار سواء حزب الله أو غير حزب الله، أو أنه لا يعلم. وأنا أعتقد أنه لا يعلم ما يدور في عقل حزب الله، إنما هو يخدم بطريقة مباشرة وغير مباشرة أهداف حزب الله طبعا، وهو يدري ذلك لأنه يحتفظ بهذا المنصب لخدمة هذه الميليشيا، وإلا لما كان رئيس حكومة. طبعا اليوم دولة الرئيس ميقاتي هي في خدمة ميليشيا حزب الله، وهذا أمر فريد في العالم. لا يوجد في العالم دولة بخدمة ميليشيا إلا في لبنان. طيب عميد، كل هذه السيناريوهات تتعارض مع مصالح والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. هناك من يقول، وأنت من واشنطن، هناك من يقول بأن إدارة بايدن قد تتحرك بشكل عاجل لمنع توسع هذه الحرب قبل نشوبها، ولكن نجاح هذا المسعى لن يكون ممكنا بدون ضغوط فعلية ملموسة، أولا على نتنياهو وحكومته، والذي الأمر الذي يصعب الاطمئنان له بعد الإخفاقات الأمريكية في قطاع غزة، وأيضا عن الضغط على إيران. كيف يمكن الضغط على نتنياهو من قبل واشنطن وفي نفس الوقت على إيران؟ طبعا واشنطن لا تريد الحرب خاصة في جنوب لبنان، ولكن لهذا الضغط من قبل بايدن على نتنياهو له حدود، لأن الضغط الداخلي الإسرائيلي على نتنياهو بالذهاب إلى الحرب قد يكون أقوى. لذلك نتنياهو هو بين المطرقة والسندان، من يغلب في النهاية. أنا أعتقد بأن الشعب الإسرائيلي أو شمال إسرائيل الضاغط على نتنياهو بأنه يريد حل مسألة حزب الله قبل أيلول أو قبل تشرين قد يكون هو العنصر الأقوى. إنما يحاول بايدن منع إسرائيل من شن هذه الحرب، لأن بايدن أولا في حال انتخابات يتعرض لها ما يتعرض له الآن، ولا يريد الدخول في صفقات سياسية من أجل لبنان، لأن الأولوية عنده للانتخابات والحروب. عادة كل الدول لا تهوى الحروب، إنما الضغط الداخلي يؤثر أكثر على نتنياهو في هذه الحرب في لبنان. وعلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الجبهة الإسرائيلية الشمالية، يوجد لواءان فقط على الحدود متأهبة، وهذا ما يؤكده مراقبون عسكريون بأن لا حرب موسعة قريبة. ممكن، إنما حجم البقعة التي قد تعمد إسرائيل إلى احتلالها أي الشريط الحدودي لا يتحمل قوى كبيرة أو قوى كثيرة أو قوى كثيفة، لأن الشريط الحدودي هو ملاصق لحدود إسرائيل، وهذا الشريط يتحكم بما تبقى من جنوب لبنان جغرافيا وعسكريا. لذلك هذا ممكن، إنما يمكن كذلك في غضون أيام تعبئة قوى إضافية وزجها في هذه المعركة، أو انتظار ما يحصل من تدمير بسلاح الجو قبل البدء بعملية برية. هذه أمور عسكرية لا يمكن الدخول فيها لأي معلق، لأن الذي يخطط لهذه العملية هو الذي يتحكم بالمومنتو تبع العمليات المتلاحقة. من واشنطن النائب السابق في البرلمان اللبناني العميد وهبة قطيشة، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.